وفي جولة جديدة في حي الدقي كان لينا لقاءات كتير. تعالوا بينا نشوف ونسمع الناخب في حي الدقي بيقول ايه. لا ما كانش في صعوبات خالص من اول ما جيت لحد ما دخلت، لحد ما حتى سيادة المستشار بنفسه نزل لي من اللجنة وانا اخترت اللي انا حددتهم بالنسبة للفردي وبالنسبة للحزب نفسه اللي انا اخترته. لا انا بالمرحلة الاولى كانت زحمة فعلا، القاهرة كانت زحمة، بس الجيزة انا شايفة ان الجو هادي جدا حتى في الشوارع. لا اللجنة كانت هادية جدا، ما فيش اي صعوبات وانتخبنا عادي في هدوء، ما فيش مشاكل يعني. انا نزلت وبصراحة اللجنة يعني الامن الجيش واقف مع حارس المكان وممتاز جدا المكان، وهدوء ما فيش زحمة جامدة قوي. لسه بقى الاقبال بكرة ان شاء الله يكون اكتر. والله احنا جينا ونظام جميل جدا ومريح وما جدناش اي مشقة، ومن اجل مصر احنا برضو كنا نضحي اكتر من كده كمان. لا النهار تجربة حلوة وما عليهاش لحم شديد الواحد يقدر يأثر معاه. وفي لفتة إنسانية رصدتها كاميرا نهارك سعيد، نزل رئيس اللجنة بسبب كبر سن بعض الناخبين وعدم استطاعتهم صعود السلالم، وأكيد ده سر عظمة مصر. أولا ده واجبنا اللي احنا لازم يعني الناس دي حقها علينا ان احنا ننزل لهم، يعني هم يعني بيعملوا لمصر انهم جايين عشان ينتخبوا رغم كبر السن، يبقى احنا اقصى حاجة او اقل حاجة نعملها لهم ان احنا ننزل لهم تحت ونراعيهم في الحالة الصحية بتاعتهم دي.